شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل سبعون نقص مسرقة ونبه عليك. ايه بالعمل هيا وزرب روحك وهات هذيك زاد عايش خويا. ايه ترجي كمان جبدة جبدة يا زيدي قوي عليه سير الجبدة. يا دي قلت لك قوي عليه كتير ضحي سيدي العزيز هاي خنمشي ان شاء الله خير امان اسبوع يقعد على الاقل كمل الماء تروح الكارتة ما نجمش كل شيء عاد تصنع فيا امان هاك تخلي اخوك يسهر وحده صح عليك انت عندك مرايتك تستنى فيك امان اخوك البيت كل ليله معناك مخده مش اقول لك وجهك ربي طيح بيك بنت حلال اللي تنيك وتبعد المخد عليك سبحان الله ليه سبعون؟ عليش هالذوذي الكل؟ طفي السرية بيه؟ تكلم بشوية لتفيق نانا وبامبينويتنا ودي سهرة لتوا؟ عيت لك شي جيت ونسني سهرة ذيك عليش عيت لي وانا صخيم حاجة كيدة ما لا خليني نرجع نكمل طرح الكارتة مع فوشيكا خليته وحده قلق يحبني نونسه شوية ايجا هوني شهمك فيه انت فوشيكا سبعون خلي كملوا غدوة هالطرح المحنون هيا قاد واه اقرب هوني شبيك خايف خاف لا تتعاود تعطس عليا يعطيك هو فما واحد يخاف من مرايته اسبوعي قولي حاجه حلوه عزوزي مش باينك الحلوه بعد الولاده زدت عليت انت يزيدش منه كت وركزت معايا لقيتك زعيم كان في الضمير يا ربي سيدي نهار كامل وانا نكلت ونزلت باش في الليل سي راجلي عايرني ويقول لي يا بطيه
سمعني يا عزوزي. أي تنقول لك كلمة حلوة. عزوزي أعطيني شوية وقت ونخمم ونقول لك. أمان علاش يلزمك ساعة باش تلقى لي كلمة حلوة؟ سي وقيت لك عيبة نحي نحي. عزوزتي وجهك فرطح كي القمرة ليلة 14. شو كي باقي عاير فيا؟ اش تقصد بوجهي مفرطح؟ معناها انا تكعبرت بكلي ووجهي ولا كي الفطيرة؟ كي القمرة كي القمرة. مالا القمرة تقول لك تصبح على خير وتقول لك زادة اللي الليلة لمبيتة في الصالة. أمان عزوزتي هات الهوني زيت. شبيك شغلت الهامة حتى انا ظنت كبر رقد وبرع مشان رقد من غير مخبتي وكوزلتي. حتى شيء حتى شيء. كيفاش حتى شيء؟ لا انا كل ليله كايره وما نرقد ونرتاح الا ما نطمن على الجيران الكل دار دار. ايوه هم طفي وضو رقدوا معناتها الجيران الكل صبا صباح الخير. سامحني اختي سونيا يا اخي كنت تراجع هاك ترى من العشيه وانا راجع ما لقيتش وقت حتى باش نحي حوايج الجامع. فوشيك وي نسيت ما قلتلكش صباح الخير. صباح الخير دنندا. صباح الخير دكتور. تبارك الله عليك ناشطة وزاهية كالعادة. ما هوش كي زميلك؟ كنت نقرأ في ميل بعثولي وسيم دكتور. يسلم عليك برشا. يسلمك ويسلمو. إن شاء الله استانس بالجو غاديك والكورون خطف بينه وبين الزوايل. فرحان برشا جوست متوحشني يا كهو. والله لا يعطيه ما يوحشو وتوا كان عجبو الجو غاديك بيان سور يزيد يطول. لا لا ما ظهر لي دكتور احنا تفهمنا دوب ما يولي عنده الحق في نفسه يروح. شنو هو؟ اش بيك تتلوى وتتوجع ما كثرت النوم هذاك؟ لا لا رقدت مع وجع الصالون ما تعرف عند السيدي خويا كثر ما هو طايب الرسول قبلي جنبي. شنو نعرفه منين نعرفه انا منين؟ زين سيدي خويا عاد معيش مات في الصالون كل ما تعطس عليك مرتك برا يوقب جنبك ان شاء الله. شد شد بيروك شد بيروك لازم تشقشيق تقشقيش تقشقيش عينيك تقشقيش لحناك يسبقني حق هكا حليب الببيات هكا هكا اسبوعي وليت تكلم فيا هكا صح عليك يحرز لك بولات ما كانش تو نعطيك تصدقه نتاع ميزا بيي شد بيي توصي شي حاجه فرماسي كانش بك وحرابج نتاع وجيع طراس منك لطف على راسك دكتور عايشك يا دلندا عايشك حقا دكتور وي نجم ننستالي سكايب على الأورديناتور؟ أبو؟ وليت مغرومة باللي جو فيديو؟ لا دكتور سكايب هذا لوجيسيال مش تتكلم بيه مع أي حد في أي بلاصة من العالم. نحب ناخو زادة ميكرو كاسك وويب كام. أما نوعدك دكتور ما نستعملهم كان في بوز الفطور ولا بعد الخدمة. باهي دلندا باهي دكاغ سكايب سكايب على روحك. الأورديناتور أورديناتورك ميرسي دكتور. فوشيكا فوشيكا اهلا بعمي مولجي يا مرحبا اهلا اهلا نقدم لك صوفيا بنت البنكاجي متاعي في البلاد نتشرف عايشه تقرا فاش تقرا في التغذيه دونك ها باش تطلع لنا نيوتريسيونيست هذه اللي باش تسكن بحذا بنتي سونيا وتونسها مش هكا ان شاء الله دونك بون احنا تو باش نطلع وانت اذا كما ترى شي مانع تخلط علينا الفريجه متاع صوفيا هيك في المال على الراس والعين تفضل بنتي
شنو هي سبعون؟ يسبك ساعة باش تجيب حك حليب. خليني برك نقيد الفرماسي بالصف. سما برودة قاعدة تدور في الحومة. قال لك الجرثومة جاية من الخارج. ما تقوليش الجرثومة جاية تعمل في التوريزم. اضحك اضحك. طب كي تتعدى بالبرودة تعرف ربي كيفاش. سبعون نعلمك خويا اللي أنا كل يوم ناكل عند عمك الأزهر وساخ. وإذا ما حكوش فيا الجراثيم بتاع الكافتاجي بتاعه ما عاد يحك فيا حتى فيروس. هي تشوف. سوني بنتي اش قولك في هالمفاجأة؟ هاو كانت تونسوا وتقراوا مع بعضكم. ليه الحق مفاجأة هايلة. ان شاء الله بركة اختي صوفيا ما تقلقش مني. انا حسب ما قالوا لي اللي انت عاقلة ودافية وانا متأكد اللي انتم باش تتفاهموا بالكدا. ربي يستر طنطا. هذا فوشيكا. يا ادخل ادخل يعطيك الصحة يا فوشيكا. ما احنا تعبناك معانا يا فوشيك. بايشي توا انت تعبك براحة عمي. انت في ليجة خفيفة ما فيها حتى شيء. هذيك خفيفة خاطر فيها كان حويجي. اما ما زلت باش القراية في كارذونة. كارذونة؟ ما تقوليش هذيك الكبيرة اللي في الكهرباء. ما يسالش فما حتى مشكلة نطلعوها. يعطيك الصحة يا فوشيك. توا هكا عمي تحبني نتغشش منك. هيا سوني عاد هيا قوم عامل لنا قهوة. أمي فضيلة عندك شهير وانتي تقرأ فيه الكتاب ذاك. يخي التوى ما كملتوه. وشكون قال لك أنا نحب نكمله؟ أنا نقرأ فيه على خاطره مشكول باش ما ننساش اللي حفظته في محو الأمية. علاش؟ ماكش ناوية باش تعاود تقيد سنة؟ والله ناوية نعمل دورة في النصر نلقاش مكتب نتاع محو أمية قريب. ما ظهر لي كان فما أمية تدورهوني. عجب؟ أنا كي نمشي للعطار ساعات الراهب اللي يعرضك من غير ما يصبح عليك واللي يوقف لك كرهبته على المادة ويخليك تهبط تمشي في الكياس. ما ظهر لي كان هذو ما مشاو للمكتب. الو وي حمزة سافا؟ يا جو في دار شكون؟ هيا بيه الاخرى نتفرهدوا شوية. هنا بيتي قلقت وفديت من حسرة في الدار. اوكي اوكي هاي تشاو تشاو عدما. اش عملت في الكونكور؟ ما نعرفش ان شاء الله لاباس وكها. كنكور كنكور واش خبشتك ما سي تاخدني واش خص؟ لا خص ولا سفنارية. هذه مناظرة متاع اعادة توجيه. مايلله حبت تعمل حقوق وبعد ما بوها حشم روحه بدلها ندمت. مش ندمت اما الحقوق طلعت صعيبه وزيد صفيق بعيده وانا ما نجمش نبعد عليكم برشا. يما على بنيتي راك توحشتني مش هكا؟ ها تيا علاش ما تهزش امي فضيله معك لصفيقس مادام هي بيدها نافعه على القرايه؟ علاش ليه نمشي نونس بنيتي اما قلبي ما يعطينيش نخليك انت وحدها في دارنا. كانت تكبركم يا فضيله ناليه. وشيك مش بكبتين تقوليش الكردونه غلبتك هكا عمونش دو هذه كردونه تغلبني ديت خطر عندي شويه كليونات اللي تبيهم اللوت شد هم فاتحك تفضل. باهي انا لازمني نمشي. زيدش نوصيك على سونيا بنتي والبنيه اللي معاها. تهنى عمي منشي صوفيا حسبها من اليوم اختي. وصلنا من الكردونة واحنا موعدنا الجمعة الجاية ان شاء الله. الله عليك يا فوشيكا. باجي عاش خويا مان جيت توصل معايا الكردونة حتى لدار البنات. نعاونك نعاونك مالا ليه؟ اما انا شرط نقسموا اكل بربوار مع بعضنا. بالله يا باجي فيش على القطه خوخنا شو قاعد نعمل هنا؟ هكا تو انا من قبيله جادي طايح باش وصلت حتى لهنا وانت على الخطوتين مازالوا تحب تقسم معاي مش لازم يا خويا تو نوصلها وحدي. اوكي يا خويا على راحتك. سبعون عجبك ربي خويا توصل معايا الكردونه؟ ما نجمش مزروب سيدي خويا بعد لي بتضيق. باهي باهي يا سبوع يعمل ربي تيت. يي ما تنساش باش تقول درة وسليم عاد. اوكي بي تشاو بي بي. اه
انتي بشوي بشوي. صوفيا هاي كرزونتك وصلت. انتي ما تنجم تهزها وحدك، استنى نعاونك. ليه ليه خلي عليك. استنى استنى اسمع فوشيكا، عندي حاجه نسيت ما قلتهاش لبابا، اما مادام ما كنتي تعاود هاني باش نقول لك عليها. واش ما طلبتوش بالتليفون وقلت له؟ لي لي راه توا قاعد يسوق، نخاف نشخشبو، ترسلو جاوب فيا وهو في الكهرباء. باهي لالا، شنو هالحاجه؟ غدوه عيد ميلاد ناجي، نحب نعملها حفله صغيره هوني في الدار. حفله؟ انا من رايي تستنى بوك حتى يوصل وتشاوروا هو خير. شنو هو عاد فوشيكا؟ انتي ولا بابا كيف كيف، مش لازم نقلقوا على حكايه فارغه. وتو نعطيك ليست نتاع قضيت، جيبهم معك غدوه الصباح. اما باهي لالا، قداش من رقبهم؟ استدعيت محسوب 20. انتي كلهم زملائي في الجامعه، اولاد وبنات نظاف. اولاد؟ اي يقراوا معايا، وكيف ما قلت لك كلهم نظاف. والله مش كي يبداو مغسولين بالجفال، لو كان يسمع بوك اول واحد يفشكني هو انا. صرا خايف من بابا كي طلعت خويف، مش لازم منه هالعيد ميلاد. يا لطيف، انا كنت ناوي نستدعاك. صرينا مستدعي؟ ما نتهنى لالا، نمشي نبدل حواجي ونرجع لك ما دام انت حضرتي القائمه بتاع القضيه. يسبوع يسبوع عليك يا اخي كورونت، تسكر الباب لو انت منطق. ولجيكا سامحني تبيع على الكرزونه. سي جبتها؟ سي وصلتها، اما مش الهون. وين هزيتها؟ انت علاه ما استنيتنيش؟ وانت لواش تنشد؟ ها؟ هاك تشوف النصيطرة مالي في بدني اتعصرت، أما ما يسالش، على خاطر الغير كله يهون. تنزل تنزل من لغة الغير هذيا، تي ما نقول سوني ديريك، يا أخي تلف فيا، ماني في بالي بيك مخبوط فيها. أي سبعون في بالي أنت في بالك، أما هي بابا ما في بالهاش، ويلزلها ترهم من جيتي. إيه ظاهر عليك وعلى رحمانك، أنا ننصحك يا تبدل الرصاص يا تقوي في الشنبو، هذا إذا تحب تنعم بالمجد. نعم نعم، سمعناتها بابا. أي سيدي، أي سيدي اسمعني وحل وذيك. إذا الحكاية باش تطويل، الغير بتاعك باش يدور بيه غير آخر، ويلفوا منك، وأنت تقعد تتفرج. أسمع كلامي، لازمك تعرف كيفاش تتصرف. شو أنا؟ فوشيك. عزوزي نعرفها من انا صغير، ركعت الجو للي جات قبه. معناتها تقصد انا نقعد 20 سنه نركح في الجو حتى تجي قبه وتلحم. صحيح كما يقول مثلا الدواء بيلحم حتى الرقاب. بون فشيكا كان تحب نصيحة اخرى مرحبا بيك، خليني في بيرويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي موعد مع الدكتور. تفضل ارتاح دكتور، بحذا شكون؟ السلام عليكم. انت جيت بحبينا قبل مش هكا؟ دددو يا اخي ما قلتوش، هذا السيد بتاع الدخان. شو بطلت منه؟ صحيح الحمد لله عوضته بحاجه اخرى. هيا مبروك مبروك. شو ما تقوليش دورت جيش حد قعد بالدخان غير خويا براس الوالد تنجمش تدبر لي ولا عندي محسوب توا الساعه ما تكيفتش. سامحني خويا تحب تكيف شي تكوني في الصاله؟ يا علاش لا؟ انا مريض ومحسوب هذيك الدواء نتاعي. اش قلت خويا؟ تدبر لي ولا؟ شوف كان تدبر لي ولا نعطيك 5000. 5000 تصوير سوي ايش الهوني وين ماشي؟ اسبوعي شبيك جيت؟ عزميني رضع في وليد تحب؟ لا عندها شيء الباجي يحب على ولا قلت تشعلوا فحمة على الغاز ونزلوا ما يسالش واخد جنات. كيفاش ما يسالش؟ مطلوبة فيه انا الباجي نتاعك باش نخسر عليه غاز وفحم، برا قول له ما عناش فحم. مش ببلاش خد جنات راهو. قداش؟
قلعت في دينار. دينار دينارين، دينار للفحمة ودينار للغاز. مش قاتل لي تشبك التمتم يا راجل. حتى زي خد جديد بي تبقي نزل الولع نجيب لك دينارين. بي اسمع ما تهزلوش فحمة كبيرة. بي ومش لازم تشعلها برشا. طو يزمني نعمل اخر نظرة على غلط نحو الصرف. ملي ضويت كالشمس على البلاص، حبك تخل قلبي كرصاص، توا ما يفرقنا كان الكلوار، وانا لا نرقد لا ليل ولا نهار، وحدك يا فوشيك في الاشعار. تفتشي ايه مروح لي يقول لي الولي غير تمربح سايب سايب الجباد تروني في دقيقه شعله سبابا انا ما نعطيش جبادي ما تعرفش اللي البنه الكل في التشعيل ما لا مروح اسمعي انا شعري فيش الباسيون صار فيش ده هو هذاك علاش ما تروحش بالقدا كي لا ما سلام يا دكتور عايشك شنو هذه استعملوا لا شيء دكتور انفرعوا فيها الشيشة أنا والفرملي بتاعك ما حبش تشحل شنو يا أسبوعي يا أسبوعي بجوه ربي قل لي شنية العملة اللي ما زلت ما عملتهاش في بيرويا كمل عملها وخلي ارتاحوا ضربة واحدة والله زيدي خويا هو اللي جاب الشيشة وبارك الله فيه هو اللي جاب الولعة شنو مجهول مش ربي يقول لي ها يا عدا كمل سربيت القهوه والماء والجازوز مو عملها العمله هذه ديجا تذكرتها هذه بس بردي عطشان بردي عطشان المره الجايه ندخل البيرو يا نرقى عدا كارتا ورامي وعجين بالشرب حقا مو حتى هذه عملها زادة تتذكر ده لندا لا سيدي خويا ما عملتهاش وني عملتها في الاستديو بتاعي تذكرت هي فاز اللوفي في سيدي رمضان ودخل فيها زاهي وفرحان العيب مش فيك فيا انا فهمتك فيك انت اللي تخمن امي خويا يا خويا بجاه ربي صيب علي الشيء هذايا وتفضل معايا للبيرو يعيشك دكتور جبتين اخرين ونخلت عليك أمانة دو بربي زيد أقرأه لنا مرة أخرى شنو مارتينو ما حفظتوش يقتل الميتافوغ متاع الكلوار سوفيا يقتل بالضحك مش هكا إن الحق عمري ما نضحك على شهور واحد قد يكون صادق مدامو يكتب الشعر حسب قدراته اللغوية يا منتي قدراتك اللغوية صحاحة حقا ما نوصيكش عادة تمشيش تحكي البابا على الجويب وعلى جونة بصفة عامة ما تعرفوا محافظ شوية أنا الويشية مش من طبعي عايشك بربي قل لي تعمل عربية ولا نوتريسيونيست ماني قتلك أنا نقرأ في التغذية وأنا كما تقولوا أنتوما عربي صوت قل لي حقا شو تلبس غدوة والله ما نعرف هاني الحمى وانتي صوفيا الحطة متاعك حاضرة يظهر لي غدوك ما نجمش نحضر عندي أمسية شعرية في المركز الثقافي حسين بوزيك تي ليه عاد ما تفسدهاش ساعنا فرحانة باش ندخلك في جونة من ليلة ثانية أنا عندي موالات أخرى تهنى يلا عنا سديت بالعربي غير بركة ميل ما تقلقش ما يظهر ليش وتوا سامحوني عندي مناقبي ما لاقيني شبهك هالطفلة ريت بربي ريتك الظهر هي وبابا مرتاح لما لكد لي واحدة مساء هلا يا عزيزتي طعين فاتو في الجو متاعنا يما تولي تعمل عيد ميلادة 5 مرات في الشهر إن شاء الله إن شاء الله يا ربي شباب
بوشيكا صحيح ما تقوليش برزت تستاهل هذاك خاطر البارح على بعدك قلت لك رد بالك رد ما فيروس تاع برودة قاعد يدور جابت في خوك سمعونا يا سيدي لا ماهوش فيروس هذاك تلقاه وقت اللي بدلت صورتي وانا عرقان في الكوروندير اي كوروندير باهي نمشي نجيب لك دواء فارماسي لا لا عندي كلم عزه تعمل لك تيزانه لا ما تعملش اختي عزه سمعوا تعمل الخبز مزيان هيك الكردونه هذيك فيها شويه قضيه وصلتني عليهم صوني قضيتهم للبارح في العشيه تعمل مزيان وصلهم لك يا جو لا جو لا عاد شيء رد بالك اسبوعيا هذيك راهي امانه نعرفك جيت تبدا تفتف تاع الناس في الثنيه تانا تانا بوجيك شد الفاتورة هذه زادة وصل هنا تيا أهلا بس الشاعر شاعر هذه قضيتك بعد ذلك فوشيك شبك جبت هنشي يا أخي هو وينه مسكين فوشيك أصبح مريض شوية يزيعات ملا مو جي لعيد ميلاد العشية لا ما ظهرني الله هم تعبوا يجي تسيب الفيروس اللي عنده على ذيفانك يالتي في ساعة في بالي بشي جي عاونا يفرق الكازوز والجاتو وين المشكل تطنشينا في بقاتو لا لا ما يسالش خلي عليك تندبروا روسنا وحدنا والله ما صار يلزمني نجي نعاونكم في بقات صاحبي باهي يا سيدي مرحبا بك حقا ما قالكش فوشيكا قداش طلعت الحسبه نتاع القضيه لا لا ما قاليش تلقاه مش بشيخ وحقه صاحبي ونعرفوا راهو يده كريمه تقول انت الكردونه هذيك كادو لعيد ميلاد يا مخسره انا خسرت في كادو والقربيطه حقا ماما العشيه مش لدارنا القديمه علاش لالا باش نطلع على التويمه توحشتهم ما يسالش ما يا والله حتى انا توحشتهم زعما نمشي معاها لوين للبلاص و والله فكره هايله يا امي فضيل ولا خلينا لحد خير والله خير هكاك امي يامي تعطي معاهم نهار كامل ايش قلت ماما ما نعرفش برك كلم بوكو شاور باه مدام زين باش نمشيو كلنا نطلعوا على الشلاته بتاع عز والله حتى انا توحشتهم اي اما انا مازلت ما توحشتهمش تو كي نتوحشهم كيفكم الكل نمشي نطلع عليهم تو غيرة تبربس من عزة مالا دي هي بعد ساعات خير مني انا خلي من عزة ما فضي سمعتيني مش قلت في قلبي هكي ولي يا امرأة وندوب بالحاضر عزوز يعني خرجت وين على خير سي شباب تتكلم بشوية تطفيق الببيات وانت شو بقلقك ما هو كيفيق ويحلو في رسيانة بعد حضرة جنابك تتشخلع في الشوارع الله أعلم مع شكون لا يلا مانيش خارج الشارع قعدوني في البلاص سارة ماكش ماشي للنصر مع سي صاحبك فوشيكا لا فوشيكا مريض وانا ماشي طلع لي على هذيك انت حاطة الحطة ولبس كرافات وغارق في البارفان طير لي السوا على سي المريض مرسي عليك ان شاء الله مرة عندك حبيت اقول ربي بعد عليك السوا في الأمان يا خارجة دي لا يا عزيزي أما حبيت نوصلك حتى الباب الدار ويا جابك رب شريب المال سيد دخلت فوشي كاري بعض البنات طب بعد نحكي لك اسبوعي يا مال شريب المال عايش قوية سامحني دكتور ما زلت حاجتك بيا انا ديما حاجتي بيك دلندا يا عايشك دكتور اما نحكي على اليوم لا 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 تجب تمشي تروح بزين عندي شوية خدمة بوي كان يا عايشك وانتي زيدة يا عايشك حقا دلندا دلندا من قبيلة نسمع في الحفلة هكا وموسيقى منين جاية؟ من دار سونيا ليتوديونت يظهر لي عاملة عشوية قبيلة شفت بنيت ولاد داخلين غادي لا الله معناتها خمسة زبيب شنو المشكل دكتور؟ تي ما عشية تسبتي تسمو يتفرهدي تي لا داكوردو ما يزم شوية مراقبة سبحان الله تاني نحلف عليهم هذوك مشترهم راهم كاذبين على والديهم وجايين بالسرقة
حسين وش ندخلني فيهم انا؟ ما هيش مشكلتي. صباح الخير دكتور. صباح الخير. مسكرين الباب روح على السواح. هاذي هاذي ما على درا شكلكم توا. دكتور ميديا هادو هذا من عندي ما عندي سنين. اوه ميرسي عليكم. هاي ادخلوا البنات. لا انا باش نعملكم تورني صالي ونزيدكم تورني اخر كازوز. اما سامحوني عاد جيت يديا فارغ ما بقيتش واقف باش نجي لكم كادو. ميسالش ميسالش هاكم توا معبين بالكادو. عادت شي ماك بعث كادو بالمسبق ولا نسيت؟ انا كادو الشعر اللي كتبته. عزوزي شيخته بالاشعار. الشعر اللي تحكي عليه انت ما تفكرتوش. انا هالراجل هذا ما فهمتوش، يا مقربع برشا يا مزور برشا. بيناتنا انا رجال مقربين كيف يعجبوني. وكرشو ما عجبتكش هكا ترفعك وترفعني. كرشو قول هذيك عطبو ساندامور نتاع مريته. مريته مضربه دامور. شبيك وين ماشيه؟ ماشيه باش نعمل دوره. واه شبيك لبست هذي؟ شو وين نعرف عليها؟ هاي هاي نطفو. اخرج اخرج عندي ما نحكي معاك. علاش هوني؟ علاش وحدنا؟ شبيك ترعش؟ يا راجل يا اخي ولي تخاف مني ولا شنو؟ طنطو اش تعمل هوني؟ اش تعمل هوني؟ انا اش نعمل هوني؟ ما يقولش شكون؟ لي انا؟ بصرا انت ما زلت هوني؟ مالا توحشت البيبيات تكذب عليا. وانت سي حمزه هذه ثقتي فيك؟ تو فصلك. ما تفسرليش. هاي اسبقني للدار اسبقني. حمزه المفاهمه في الدار. جيب لي ساكي يا ما. وانت سي السبوعي؟ انا حره. ايوا ونمشي وين نحب زاد. وماني صغير انا ما خاف. كان من عزه. شوف 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 شوف